ممارسة العبادات في الصيغة السابقة، نحن نتحدث عن وزارة الشؤون الدينية ولم تكن وزارة الشؤون الإسلامية، بمعنى وزارة الشؤون الدينية والدين والإسلام دين الدولة، أن الدولة هي الكفيلة بحماية الدين وتسييره وتصريفه. ونفس الشيء بالنسبة للمعتقدات، لأن هناك أقليات قليلة في الجزائر تدين بالمسيحية، تدين باليهودية، وربما هناك من لا يدين أصلا. فهل هؤلاء لهم الحق في العيش في هذا المجتمع؟ نعم، لأن الإسلام أصلا هو يكفل أهل الذمة.